بعد تشييعه القائد العسكري في صفوفه مصطفى بدر الدين، أعلن حزب الله أن التحقيقات الجارية لديه أثبتت أن الانفجار الذي استهدف أحد مراكز الحزب بالقرب من مطار دمشق الدولي ناجم عن قصف مدفعي قامت به الجماعات التكفيرية المتواجدة في تلك المنطقة. وتابع البيان الصادر عن الحزب أن نتيجة التحقيق ستزيد من عزمنا وإرادتنا وتصميمنا على مواصلة القتال ضد هذه العصابات الإجرامية وإلحاق الهزيمة بها. وختم حزب الله بيانه بالقول: في كل الأحوال فإنها لمعركة واحدة ضد المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، الذي بات الإرهابيون التكفيريون يمثلون رأس حربته وجبهته الأمامية. في المقابل، نفت فصائل مسلحة في المعارضة السورية صحة استهداف بدر الدين، ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عدة مصادر موثوقة في الفصائل المعارضة العاملة في القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية ومصادر داخل القوات الحكومية أنه لم يتم إطلاق أي قذيفة صاروخية على مطار دمشق الدولي أو منطقة المطار خلال الأيام الفائتة. وأضاف المرصد أن نشطائه على الأرض لم يرصدوا سقوط أي قذيفة على منطقة مطار دمشق الدولي خلال الفترة ذاتها، وأن ما نشره حزب الله عار عن الصحة جملة وتفصيلا. أنا أعتقد يعني أنه دون تبرئة الجماعات التكفيرية الإرهابية التي يعنيها حزب الله، لأنه أعتقد بأنه من الناحية التقنية يعني من الصعب علي أن أصدق يعني مثل هذا الشرح وهذه السرعة في الاستنتاج للتحقيق الميداني والتحقيق التقني ويعني الباليستي وعلم المتفجرات. أنا لا أعتقد بأنه لدى الجماعات التكفيرية في سوريا، وأنا أتابع هذا يعني موضوع الحرب في سوريا عن كثب، لأن لديهم قدرات نارية وأسلحة دقيقة للقيام بعمل من هذا النوع، أي استهداف يعني هدف نقطي بفعالية ودقة وقدرة تدميرية هائلة للقيام بعملية اغتيال من خلال ضربة نار. لا أريد أن الأعداء القائم بين بعض المنظمات التكفيرية أو كل منظمات المعارضة وحزب الله لأقول بأنهم لا يريدون استهداف قائد بأهمية مصطفى بدر الدين، ولكن أنا أعتقد بأنهم لا يملكون القدرات النارية والتقنية والدقة العالية التي تتطلبها مثل هذه العملية. إلى ذلك، قدم رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني التعازي لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وحزب الله لبنان، مشيرا إلى أن من وصفه بالشهيد البطل مصطفى بدر الدين قد أمضى سنوات عمره في الخط الأمامي لجبهة النضال ضد الكيان الصهيوني وأزلامه في المنطقة.